الملام اللي جانا من الناس اللي انا بيدي نقول لهم اللي راهو فما ملام برشا عليكم من عند الشباب هذوما اللي يعملوا في موسيقى نتاع الراب والهيب هوب. راهو الملام هذه يقول لك انه مثلا هذا لي رابور اليوم تلقى ساعه على ساعه عنده في اليوتيوب نتاعو 400 مليون دو فيو، 400 مليون. راهو اليوم تي نحن 10 ملايين، معناها اذا كان انت تقول قايل 390 مليون منين يتبعوا فيه من انا بلدان في العالم. يعني بالنسبه لنا نحن الفنانين هذوما عندهم اشعاع عالمي، وناكد اللي هما فنانين على خاطر صحيح اللي ماهمش لاقيين تقدير هما يخدموا وحدهم، لكن الاقتراح هذا اللي جاي في ايام قطر الموسيقيه هو فرصه لانه الموسيقيين هذوم يكون عندهم لقاء مع عازفين من المعاهد العليا للموسيقى، عازفين يعزفوا آلات موسيقى التقليدية بتاعنا، الجومبري، المزود، يعني بالعكس حاجة باهية. وأنا ديما نمشي للفن، إذا كان هذوما الفنانين مطلوبين وعندهم إشعاع عالمي، واليوم في تونس نتمنى إن شاء الله يا رب يكون عندهم كيف كيف أكسي لبطاقة احتراف، يكونوا زينا كيف كيف ياخذوا أكثر فرصة في المهرجانات الوطنية بتاعنا.